ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير جدا. النهارده ردي على كل تساؤلات كل بتجيني عن مجموعه النحافه من صيدليات دكتور العقبي. من 3 شهور بالظبط نزلت لكم فيديو قلت لكم ان انا اشتريت المجموعه دي لعلاج النحافه وزياده الوزن، وقلت لكم ان انا هبدا فيها وهقول لكم رايي فيها، بس حصل كام ظرف كده وده اللي خلاني اتاخر عليكم في الريفيو. كان لازم ان انا اطلع واقول لكم هي كويسه ولا وحشه، كان لازم، بس هي ظروف، يعني ظروف حكمت. تمام. النهارده هتكلم معاكم عنها واقول لكم هي عملت ايه او تجربتي انا الشخصيه معاها. بصوا يا جماعه، انا من 3 شهور اشتريتها. هي عباره عن 3 عبوات من اللي انتوا شايفينهم دول، بتبقى زي الدواء كده بيتاخد قبل الاكل، وكيس بودر بيتاخد مره في اليوم، معلقه على كوبايه لبن. وقلت لكم الطريقه في الفيديو اللي فات. البودر اهو الصوره اللي جايه على طول، وفي كان بيبقى كريم تكبير مناطق حساسه، انا مرضتش اشتريه عشان ما كانش لازمني ان انا اكبر مناطق، انا كنت عايزه بس اكل واتخن مش اكتر. فانا جبتها واستمريت عليها 7 ايام بالظبط. لو شفتوا تاريخ الفيديو هتلاقوه في اول شهر 3. انا يوم 9/3 اكتشفت ان انا حامل. يعني انا اشتريتها وانا كنت في بيت بابا، وكنت مصوره لكم الفيديو، وكمان قلت لكم ان انا يعني كانت ايدي مهزوزه في التصوير، قلت لكم الترايبود مش معايا لان انا في بيت بابا. انا جبتها هناك والشحن وصل لي على هناك، وبدات فيها خدتها بالظبط بالظبط 7 ايام. وبعد كده عملت اختبار وطلعت حامل. فطبعا كلنا عارفين ان مع الحمل ما ينفعش ناخد اي حاجه فيها زياده وزن، سواء فيها كورتيزون او ما فيهاش. هو البتاع دي الباكج ده ما فيهوش كورتيزون، بس انا بقول لكم الدكتور نفسه منعني، قال لي سواء انا بقول له باخدها وكده، قال لي لا ما تاخديهاش. قلت له طب هي ما فيهاش كورتيزون؟ قال لي سواء فيها كورتيزون او ما فيهاش، اي واي بروتين ما ينفعش يتاخد في الحمل، ما ينفعش ناخد اي ادويه او اي حاجه في خلال الحمل. طبعا ما كنتش اعرف، انا ليا 3 شهور اهو مش باخد غير اي، يعني ما فيش اي مسكنات ولا اي حاجه، مش باخد غير بنادول الازرق. فهو وقفها لي، فانا اضطريت ان انا بطلها. بس للامانه ال7 ايام اللي انا استخدمتها دي فيهم يعني زدت كيلو. انا مش عارفه ازاي، لان انا متعوده لما بزيد في الشهر مثلا 3-4 كيلو، فهو زدت كيلو لان انا بدات الكورس كنت 46 كيلو. بعد يوم 9 لما عرفت ان انا حامل رحت كشفت، وطبعا الدكتور قال لي وقفيها، وانا وراجعه او هناك في العياده وزني لقيت نفسي 47.5. فهنقول ان انا زدت كيلو واحد عن على الباكج دي. كان ممكن اطلع دلوقتي واقول لكم انا زدت 20 كيلو وهي فظيعه وهي، بس انتوا عارفين عني المصداقيه من زمان خالص، ما ينفعش اقول حاجه ما حصلتش معايا. فانا للامانه طلعت حامل وما خدتهاش تاني، جربتها اسبوع واحد زدت فيه كيلو. استخدمت ربع الازازه دي، ازازه هم 3، استخدمت ربع الازازه دي و7 معالق صغيرين من البودر. الباكج دي انا عرضها للبيع لانها قاعده عندي مش لازماني، لان انا لسه في الثالث، وطبعا بعد الحمل مش هقدر اخد حاجه برضو عشان الرضاعه وكده، فبدل ما تترمي عندي لو حد محتاجها انا هنزل من سعرها. انا كنت جايبه 3 عبوات والكيس دول بيكفوا شهر، فانا هنقول خدت مثلا 6 معالق او 7 معالق وربع الازازة دي، فقولوا هتكفي مثلا 25 يوم. الباكج اللي معايا يكفي 25 يوم. اشتريت الباكج كله ب570 ودفعت عليه 90 شحن، هبيع الباكج كله ناقص الشوية اللي قلتلكوا عليهم ب450. لو انتي هتدفعي الشحن لحد عندك، لو انتي عايزاني انا اشيل الشحن، يعني سوري انا هبيعها ب450 والشحن عليا. لو انتي مش هتدفعي الشحن وهتدفعي انتي الشحن هبيعها ب400. عبوتين مقفولين والازازه الثالثه متاخد منها ربعها، وكيس البودر متاخد منه بالظبط بالظبط 7 معالق صغيرين. فانا هبيعهم مع بعض. لو انتي هتدفعي الشحن هبيعها لك ب400 جنيه وتدفعي انتي الشحن لحد بيتك، لو انتي مش هتدفعي الشحن هتبقى يعني لو انا هشيل الشحن هتبقى ب450 جنيه، وانا يعني هشيل فرق الشحن. لو انتي من المراغة هتاخديها من بيت بابا ببلاش ب450 جنيه.
او بصوا خلاص هنحسبها ب425، لو انت احد اي حد من المراجعه هيستلمها من بيت بابا ببلاش هتبقى معاه ب425 جنيه. شوفوا انا منزله لكم ازاي، انا جايباها ب580 من غير الشحن، هبيعها ب425 للمراجعه. ولو انت بس ولو انت هتاخديها من بلد غير المراغة هشحنها لك، لو الشحن عليا هتاخديها ب450 بالشحن، لو الشحن عليك هتدفعي لي انا 400 وهتدفعي الشحن انت. لو حد عايزها يتواصل معايا يكتب لي كومنت وانا هتواصل معاه. وبس دي كانت تجربتي.